إذا كنت شخصا يعاني من مشكلة مقاومة الأنسولين أو تعاني من مرض السكري من النوع الثاني أو لديك مشكلة عدم ثبات الوزن أو لديك مستويات عالية من الكوليسترول في الدم أو إذا كنت تعانين من متلازمة تكيس المبايض، إذا كنت أحد هؤلاء فأنت بحاجة إلى هذا العنصر السحري. يحتاج الجسم من هذا العنصر إلى كمية قليلة منه، والجرعة الموصى بها للبالغين هي 120 ميكروغرام. يمكن الحصول على هذا العنصر بشكل طبيعي من خلال تناول الأطعمة الصحية، وهو يوجد بكثرة في البروكلي والملفوف والزهرة وفي الخميرة وفي الفطر والبرقوق وفي الخوخ وفي اللحوم وبشكل خاص في الكبدة. إذا كنت شخصا رياضيا وتمارس التمارين بشكل مجهد وقوي، فقد يجعلك ذلك تقع ضمن دائرة الأشخاص الذين يعانون من نقص هذا العنصر. والآن هل عرفتم ما هو هذا العنصر السحري والذي يعد من المعادن الطبيعية والعناصر الموجودة في الطبيعة ويطلبه جسم الإنسان للاستفادة منه، ولكن بنسب بسيطة تجعل الجسم يستفيد منه ولا يحدث له الضرر بسبب الزيادة؟ بالتأكيد قد عرفتم هذا العنصر الهام، ولكن ما تحدثنا عنه شيء بسيط مقارنة بفوائده للجسم، لذلك دعونا نتعرف عليه بالتفصيل من خلال هذا الفيديو. ولكن قبل ذلك، لو كنت تشاهد القناة لأول مرة لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصل إليك كل جديد. شاهد هذا الفيديو حتى النهاية وشاركه مع أصدقائك ليستفيد الجميع. تابعونا. في البداية يجب علينا معرفة معاني بعض المصطلحات، مثل الإنسولين ما هو، مقاومة الإنسولين ما هي. الإنسولين ما هو؟ هو هرمون يساعد بنقل السكر من الدم إلى داخل الخلايا لكي تستخدمه في إنتاج الطاقة أو تخزنه لوقت الحاجة له. مقاومة الإنسولين ما هي؟ بهذه الحالة لا يستطيع الجسم إدخال السكر للخلية بشكل طبيعي، ونتيجة لذلك يحاول إفراز كمية أكبر من الإنسولين، ولكن لا يعمل الإنسولين بفعالية جيدة بسبب مقاومة الخلايا له، والنتيجة أن يكون مستوى الإنسولين في الدم مرتفعا في نفس الوقت الذي يكون السكر فيه مرتفعا أيضا. والآن حان موعدنا لنتعرف على ضيفنا اليوم، ألا هو عنصر الكروم. من أهم وظائف هذا العنصر السحري أنه يحرص على دق أبواب الخلايا بقوة ليتيح للإنسولين النفاذ إلى الخلايا في غياب مقاومة قوية، الأمر الذي يزيد من حساسية الخلايا له ولأثره، فيتحقق الهدف من وجوده ويستطيع إجلاء سكر الجلوكوز من تيار الدم إلى الخلايا والأنسجة فيقل معدله في الدم. يعمل الكروم عمل أدوية السكري ولكن بالطبع بصورة أقل، لكنه بلا شك ذات قيمة عالية. يحفز الكروم من فاعلية الإنسولين حينما يحث مستقبلات الإنسولين في الخلايا على استقباله، الأمر الذي يشبه طرق الأبواب لتفتح لاستقبال الضيف المنتظر وراءها يسعى جاهدا للدخول. من فوائد معدن الكروم للجسم بالإضافة إلى ما ذكرناه، حل فعال لمشكلة متلازمة تكيس المبايض المرتبطة بزيادة الوزن. وهذه المتلازمة شائعة جدا عند النساء، حيث أن بعض الدراسات تقدر أن كل 10 إناث 3 منهن تعاني من مشكلة التكيس، لذلك ينصح باعتماد نظام غذائي مدعم بعنصر الكروم. يحد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب ونوباته، إذ يلجأ الأطباء إلى وصف مكملات الكروم لمن يعانون من انخفاض نسبته في الدم، مما يقلل فرص الإصابة بالنوبات القلبية. يؤدي دورا فعالا في تحسين جودة المزاج لدى مصابي الاكتئاب الحاد، إذ يعمل بشكل أفضل من الكثير من العقاقير الطبية الموصوفة لمثل هذه الحالات. الكروم لا يعد حارقا للدهون بشكل مباشر، لكنه يعمل على إتمام عملية حرق الدهون داخل عمليات البناء والهدم بالجسم وإتمامها بشكل فعال. الكروم يمنح جسم الإنسان الرياضي الطاقة اللازمة لتحمل التمارين القاسية، فهو يساعد الجسم على إنتاج الأحماض الأمينية وهي المكون الأساسي للبروتينات، مما يرفع معدل بناء الكتلة العضلية بالجسم. الكروم يزيد من وجود الكوليسترول الجيد في الدم على حساب ذلك الصنف السيء. يساعد معدن الكروم الجسم في التخلص من أمراض ضعف النظر. يساعد معدن الكروم في الاحتفاظ بكمية الإنسولين اللازمة
التي يحتاجها الجسم لضبط نسبة السكر في الدم. يساعد الكروم على تقوية الذاكرة بشكل كبير، لأنه أحد المعادن التي تحتويها الأوميغا 3 الذي يساعد كثيرا في تقوية الذاكرة بشكل سليم. والآن كيف تشك في أنك تعاني من نقص الكروم؟ أولا، الرغبة الشديدة في تناول السكريات والنشويات. ثانيا، مرض السكري أو نقص السكر في الدم أو ارتفاع أو انخفاض مزمن للسكر في الدم. ثالثا، ارتفاع في مستويات الكوليسترول والدهون. ما هي الكميات القياسية اليومية لمعدن الكروم؟ الكمية القياسية اليومية الثابتة للكروم هي 120 ميكروغرام، ولكن تبعا لدراسات طويلة وجد أن مرضى السكري يحتاجون من 200 إلى 290 ميكروغرام يوميا للحفاظ على توازن الكروم بالجسم. ما هي مصادر الكروم؟ تعد خميرة البيرة واللحوم والكبدة بشكل خاص، والجبن والحبوب الكاملة والخبز مصادر جيدة للكروم. أما الخضروات الورقية فهي تحتوي على الكروم ولكن في صورة ضعيفة الامتصاص. ومن الغريب أن الأطعمة التي يدخل في تركيبها الكثير من السكر أو المصنعة مثل الأجبان تطرد الكروم من الأنسجة والخلايا إلى خارج الجسم، الأمر الذي يزيد من احتياج الجسم لمعدن الكروم. نصيحتنا الأخيرة، في حالات الأمراض المعدية والضغوط المختلفة ومنها النفسية تقل نسبة الكروم في الجسم، لذا يجب تعويضه من آن لآخر بتناول أقراص الكروم قرص واحد يوميا مع الإفطار. لكن هناك بعض الحالات لا يسمح لها بتناول أقراص ومكملات الكروم، مثل الحامل والمرضع ومن لديه مشاكل بالكلى إلا بعد استشارة الطبيب. دمتم سالمين، ومع تمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.